الخير يا فريد بيه. اهلا يا بطه. عن اذنك يا فريد بيه. المفاتيح في العربيه. قول يا اوراني اجلس صدرك بدل الهباب اللي انت بتشربه ده. سلام. تشكر يا فريد بيه. ما تخافش شويه يا ذوق، انت هتفضل قاعد لازق عندك كده طول الليل؟ ما تزعليش، اديني سايب بالك وماشي. رايح فين؟ معدي الناحيه التانيه. يوه انت هتقعد تعربع يا تعدي على الناحية التانية؟ بمزاج يا بطة، أنا راجل صاحب مزاج، وقت مزاجي ما يجيني أدور عليه. أهلا يا أورن. أهلا. مساء الفل يا مسعود بيه. الله الله، مالك تطوح كده ليه؟ أبدا، أصل الهوا لا مؤاخذة جامد الليل حبتين. طب خد بالك بقى لا تدوسك معزة. مساء الخير يا مسعود بيه. ازيك يا بطل؟ الحمد لله يا بيه. ازيك يا ست هانم؟ ها اتجوزتي ولا لسه؟ لسه يا بيه، لكن هانت ان شاء الله سمع على قلنا شقة. وهنروح نشوفها يوم الحد. طب عال عال. بص يا بيه. ايه ده؟ زي القمر وجيه النبي. مين ده؟ دي صورتك يا بيه. شوف يا ست هانم، بذمتك مش قمر؟ ده يوم المؤتمر بتاع المنيا. انا اول ما شفتها نظفتها وقطعتها علشان ابروزها. طب اسمعي، هاتي دي وانا هجيب لك واحده مبروزه جاهزه. لا مؤاخذه يا بيه ما تقطعهاش، ده انا فرحت قوي لما لقيتها طلع عليا من وسط الترشي. ترشي؟ الله يجازيك يا بطه، من وسط الترشي ده انا على كده لازم كنت معصفر. حبيبي وانت على بالي ناسيني، وانت على بالي وكلامك. ناسيني وانت على بالي وعليا. مساء الفل والياسمين والطبر. حنا كده يا راجل، صحتني من احلى نومة. نومة؟ نومة مين يا ام نومة؟ ومع كل عايزة تنامي ارجع. ترجع ازاي بقى ما دام جيت تتعشى؟ قبل ما اتعشى اتغدى وصلني. يا راجل اختشي بقى.